فريق النصر مباراته الودية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بالنادي بالفوز على فريق الفيصلي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، سجلت عن طريق مايغا في الدقيقة 17، ثم أضاف الفريدي الهدف الثاني في الدقيقة 30، واختتم أدريان أهداف النصر بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78، في الوقت الذي شهدت المباراة إضاعة الفيصلي لضربة جزاء. وفي سياق آخر، يصل لمطار الملك خالد الدولي عند الساعة 2:15 من فجر غد الأحد اللاعب ماركينيوس ومدير أعماله قادما من البرازيل للانضمام للفريق. وفي العين الإماراتية، استهل الأهلي أولى تدريباته عصر اليوم بإشراف المدير الفني جروس الذي عمد على تكثيف الجوانب اللياقية قبل أن يجري عناصر الفريق تمارين الاستحواذ وتناقل الكرة في أجزاء من ملعب التدريب. وسيلعب الفريق غدا عند الساعة 16:00 أولى مبارياته الودية أمام أنتراخت الألماني. في الهلال، استأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي منحها المدير الفني للفريق دونيس، وقد تركزت الحصة التدريبية على النواحي اللياقية والفنية قبل أن يختتم الميران بمناورة على نصف الملعب، فيما واصل نواف العابد برنامجه التأهيلي بالجري حول المضمار. وفي الاتحاد، واصل الفريق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بإشراف المدير الفني للفريق بتركا، التي شهدت عودة اللاعب رياض الإبراهيم بعد عدم اختياره للمنتخب الأولمبي. وقد اجتمع رئيس النادي إبراهيم البلوي باللاعبين قبل انطلاق حصة التدريب المسائية. وعلى ملعب نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، واصل فريق التعاون تدريباته بإقامته على فترتين، كانت الأولى في صالة الحديد، فيما كانت الثانية عند الساعة 17:00 واستمرت لمدة 2 ساعة، فرض خلالها البرتغالي جوميز تدريبات لياقية وتكتيكية. كما واصل الشباب استعداداته في المعسكر الخارجي في مدينة العين على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب فتح الجبال، وذلك على الملعب الرديف بنادي العين. تركزت الفترة الصباحية على رفع المعدل اللياقي للاعبين تحت إشراف مدرب اللياقة، أما الفترة المسائية فقد ركز فيها الجبال على الجوانب الفنية والتكتيكية.